أبدى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رفضه المسبق للمثول أمام المحكمة العسكرية كشاهد، ما لم يستدع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إلى المحكمة أيضا. في موازاة ذلك يتواصل جمود الحكومة المرتبط بأزمة عدم انعقادها بعد فرض حزب الله شرط إقالة المحقق العدلي طارق البيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت. أزمة سياسية متشعبة تكبل البلاد، على أن فصلها الأهم لا يزال الصدام السياسي بين القوات اللبنانية وحزب الله واستمرار السجال بينهما، والجديد رفض رئيس القوات سمير جعجع المثول أمام المحكمة كشاهد، ما لم يتم استدعاء الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله على خلفية اشتباكات الطيونة، يشترط جعجع. هذا الفريق السياسي يواصل تصعيده، معتقدا أن بإمكانه من خلال هذا التصعيد تدجين القوات اللبنانية من أجل أن يضع يده على لبنان بأكمله، وهو مخطئ تماما لأنه لا يعرف تاريخ لبنان ولا يعرف تاريخ اللبنانيين. حكوميا لا اجتماعات بعد، منذ أن وضع حزب الله شرط إقالة المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ، أوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ترفض وصف الحكومة بالمعطلة، وتقول إن الحكومة تعمل بطاقتها القصوى على جملة من الملفات الهامة وتضع اللمسات الأخيرة عليها، لكنها تعترف ميقاتي يتريث في الدعوة إلى اجتماع خوفا من خلاف قد يعصف بحكومته. الرئيس ميقاتي لا يستعجل ولا يعمل على دعوة إلى اجتماع مجلس وزاري موسع قبل التوصل إلى خلاصة تساعد الأفرقاء على الخروج بأقل نسبة من الأضرار، ولا سيما بعد حادثة الطيوني وتمسك أمل وحزب الله باستبدال هذا القاضي. عمل الحكومة لا يزال دون توقعات الشارع. لليوم الثالث يحتج بعض من السائقين العموميين على غلاء المحروقات، يطلبون من حكومة تقول إنها تحاول، فيما يبدو أن البلاد باتت بحاجة إلى معجزة كما يقال هنا في الشارع. يتعقد المشهد السياسي والأمني في البلاد أكثر فأكثر، تعقيدات ترخي بثقلها على واقع اقتصادي صعب في الأساس، وسط توقعات بأن يستمر التصعيد بين القوات اللبنانية وحزب الله في المرحلة المقبلة سياسيا وإعلاميا على الأقل. محمد شبارو، العربي، بيروت. من جانبه عبر البطريرك الماروني بشارة الراية عن رفضه عودة ما وصفه بالاتهامات الاعتباطية والتجيش الطائفي إلى البلاد، وقال في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه يرفض إحلال الانتقام مكان العدالة، وكذلك اختلاق الملفات ضد أي فريق أو اختيار أناس ليكونوا كباش محرقة على حد وصفه. من بيروت معنا مراسلنا محمد شبارو. محمد، يبدو أن هناك لغطا بخصوص استدعاء سمير جعجع إلى المحكمة العسكرية ثم سحب هذا الاستدعاء من عدمه، هل الصورة أوضح عندكم؟ وما حصل أنه تم يوم أمس تسريب خبر يقول بأن المحكمة العسكرية ستستدعي رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، وبناء على هذا التسريب قال سمير جعجع أنه في حال تم استدعائه أمام المحكمة العسكرية فيجب استدعاء أيضا الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. وفي المقابل بعد ساعات تحديدا اليوم تم تسريب خبر يقول بأن أن مدعي عام التمييز في لبنان القاضي غسان عويدات جمد قرار المحكمة العسكرية. لاحقا وأمام كل هذا اللغط أصدر المدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بيانا أكد فيه أولا أن هناك إشارة للاستماع إلى رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، وأن هذا الإشارة غير محددة بمهلة زمنية بانتظار تحديد الجهة التي ستستمع إلى جعجع، هل هي المخابرات أم قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية. وأتى هذا الرد في معرض نفي ما أشيع عن أنه جمد هذا القرار. هذا في شرح خلفيات ما حصل اليوم وائل على صعيد التحقيق مع سمير جعجع أو الاستماع إلى سمير جعجع كما جاء في بيان التوضيحي. طيب محمد، ماذا يتوقع أن إلى أين يمضي هذا الكباش كما يقال في لبنان بين القوات اللبنانية وحزب الله سياسيا، خصوصا أنه انعكس على شلل الحكومة التي لا تستطيع أن تعقد اجتماعاتها؟
وائل، تحدثنا إلى بعض القياديين في حزب القوات اللبنانية ظهر اليوم، يقولون أو يرجحون أن يستمر هذا الكباش في المرحلة المقبلة، وبأن يقولون بأن القوات اللبنانية هي الحزب الوحيد من ضمن فريق ما كان يعرف بالرابع عشر من آذار الذي أصر على المواجهة سياسيا مع حزب الله بعد أن فضل الأفرقاء الآخرين إما التحالف مع حزب الله أو مهادنة حزب الله، ويعتقدون أو يقولون بأن حزب الله في هذه المرحلة قرر مواجهة القوات. هذا من جانب القوات اللبنانية، ولكن في المعنى السياسي العام نحن اليوم وائل في مرحلة معقدة جدا قضائيا وسياسيا، باتت البلاد أمام ملفين يتشابهان بالمعنى القضائي الإجرائي، قضية انفجار مرفأ بيروت. قاضي التحقيق المحقق العدلي طلب بعض الشخصيات السياسية، اتهمه حزب الله بأنه مسيس ورفض مثول هذه الشخصيات. في المقابل اليوم هناك المحكمة العسكرية تطلب أو تشير إلى ضرورة الاستماع إلى سمير جعجع في أحداث الطيونة. سمير جعجع يشترط أيضا على القضاء الاستماع إلى نصر الله، وبالتالي هذا التعقيدات السياسية القضائية يتخوف البعض من جر القضاء إلى أزمة كبيرة، خصوصا أن القضاء في لبنان بعض القضاة محسوبين على جهات سياسية، وبالتالي هذه القضايا دخلت في كباش سياسي، يتخوف البعض أن تكون محط تفاوض بين الجهات السياسية لاحقا، أو أن توضع على الطاولة في مرحلة شد الحبال السياسي والقضائي. وسط كل هذا المشهد المعقد والحكومة لا تزال مجمدة، لا اجتماعات للحكومة. مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ترفض وصف عدم اجتماع الحكومة بسبب شرط حزب الله. إقالة المحقق العدلي في قضية انفجار بيروت بأنها معطلة، تقول بأن الحكومة تعمل بطاقتها القصوى، تضع اللمسات الأخيرة على جملة من الملفات، موضوع البطاقة التمويلية، التفاوض مع صندوق النقد الدولي، خطة التعافي، موضوع الكهرباء والمحروقات. تقول بأن الحكومة تعمل على هذه القضايا بطاقتها القصوى، ولكن في المقابل وائل في الشارع تململ كبير جدا من هذه الحكومة، خصوصا أن بعد مرور أكثر من شهر لم يلمس أحد في الشارع اللبناني حلحلة في الوضع الاقتصادي والمعيشي. يقولون بأن الأزمات تزداد سوءا، آخرها موضوع المحروقات وارتفاع سعر المحروقات. اليوم الثالث على التوالي تظاهر أو قطع بعض من السائقين العموميين بعض الطرقات في العاصمة بيروت، والبعض الآخر يلوح بتصعيد ابتداء من الأسبوع المقبل في وجه الحكومة في حال لم تتخذ خطوات فعالة لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمعيشية. وائل، شكرا لك يا محمد. محمد شبارو في بيروت.